السلام عليكم. أنا مواطن مغربي، سميتي عطار عبد العلي، رقم البطاقة الوطنية ديالي BH 127 952. هذه رسالة كنوجهها للسيد المحترم الحموشي المدير العام للأمن الوطني، والسيد المحترم عبد النبوي رئيس النيابة العامة، والسيد المحترم الوزير بوريطة وزير الخارجية والجالية المغربية. كنقول الجالية المغربية بحكم أني فرد من الجالية المغربية، عشت تقريبا أكثر من 20 عام في الغربة، ودخلت بصفة نهائية هذه أكثر من 10 سنين، واستثمرت الأموال ديالي وبعت فيلا وشقة ودخلتهم في رأس مال شركة. هذه الشركة مع الأخ ديالي اللي نصب عليا وخاد لي رزقي كله، ولقيت راسي عرضة للضياع أنا وجوج وليدات، لولا الأخت ديالي اللي سكنتني في دارها والعائلة اللي كتصرف عليا أنا يا وليداتي. وفي الوقت اللي هاد خويا أنا اللي صوفيتو كما كان نقوله، حيث هو كان عنده والو، ما كان عنده حتى فين يسكن، فقط كان خدام مسير ديال بار في المعارف، واللي سدته ليه السلطات بحجة تعاطيه الدعارة. أنا دابا كنعيش في الجحيم، جحيم ديال الخوف والتهديدات، حيث أنه في يوم 4 في شهر 11 صيفط لي جوج ديال الأشخاص، صيفطهم كيصوروا فيا واحتجزوا الأخ ديالي اللي كبر مني، احتجزوا واختطفوه بطموبيلة. الطموبيلة هذه طموبيلة ديال الشركة كونغو، ديال الشركة ديالو هو اللي في سميتو، وحطينا شكاية في هذا الصدد، هذا حطينا شكاية رقم 1224 بتاريخ 7 شهر 11 2020، ولحد الآن ما اتخذوا حتى شي إجراء ضده. وقد تم الاستماع الواحد من هاد الجوج اللي صيفط لينا، والثاني راه مازال هارب، وعطيناهم في هاد الشكاية دي أرفقناها بإشهادات ديال الشهود اللي كانوا حاضرين، وشهادة طبية تثبت التعرض للضرب، وهذا الشيء كل شيء في واضحة النهار تقريبا مع شي 12 ونص. وبعد ذلك عرفنا بأن خويا يعني وخا أنه روشيرشي هز هذوك التصاور ديالي وداهم الوجدة. علاش داهم الوجدة؟ داهم الوجدة سيدي حيت مشى كيقلب على شي مجرمين، اوكي، باش يتعاقد معاهم ويلفق ليا شي تهمة من أجل ابتزازي، وباش يدفعني للتنازل عن الشكايات اللي وضعتها في حقه، وهي شكايات كتتعلق بشيكات بدون رصيد بما يقارب 460 مليون، واللي بسببها هاد الشكايات هادو اللي حطيت ليه بسببها باش صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية من طرف قاضي التحقيق في المحكمة الجزرية بعين السبع، ووفق ملتمس النيابة العامة. ودابا راه روشيرشي هربان هادي أكثر من شهرين، ودابا كيحاول، جاتني الخبار وكنشوفو داكشي بعينينا، راه كيحاول يسلك مسارات ملتوية، حيث أنه كيحاول ضم شكاية شداربية، شكاية وهمية. هذا كيبين بأن السيد راه عنده نفوذ، عنده سماسرية، عنده، ولأن في حالة فرار فهو يفعل كل شيء بمساعدة سماسرة ديال المحاكم من أجل إلغاء مذكرة البحث. وغادي نوريكم إن شاء الله في الفيديو الجاي وثائق وأوديوات أشرطة صوتية كتبت تصور الرعب
سماسيرا في هذا الملف. وقال لي انا من هذيك 460 مليون اللي كتساني غادي نخسر عليك واحد 60 مليون فوقانيه وغادي ندي لك ديك 400 مليون. سيدي المدير العام السيد المحترم الحموشي، انا راه خايف ولي كل حق انني نخاف، وخاصني نخاف من التسلط ديال النفوذ ديالو. تصور انه كان طرف في عصابه تسمى شبكه طنجه مشهوره للهجره السريه والاتجار في البشر، وتم سجن جميع افراد العصابه وهم يعدون بالعشرات من امنيين ومدنيين. والغريب في الامر انه لم يتم احضاره او استدعائه من طرف الفرقه الوطنيه رغم شهادات افراد العصابه في تورطه والمنادات عليه في جلسات المحكمه استئناف من طرف غرفه الجنايات. كيف لي الا اخاف؟ كيف لي الا اخاف وهو يسب ويشتم كوميسير كبير ويتوعده بفصله من منصبه وسجنه وقد ابتزه بشكايه رقم 107-3115-2020. وعندي اوديو كيتبت وبالصوت ديال عطار محمد كيسب في الام ديال هذا الكوميسير وكيتوعدو بان غادي يخرجوا من الخدمه وغادي يشدوا في الحبس. صاحبي تيقولوا لي انا درت به شكايه، تا هو الوكيل العام راه تصنتوا ليا، وتا هو غيتصنتوا لي مات، هو غيتصنتوا لي مات، هو غيتصنتوا لي مات، هو غيتصنتوا لي مات، هو نوقفوا من الخدمه ديال الكوميسيريه ديال الكوميسير ديال الكوميسيريه. من غير يخطرش واحد اخر يدير به شكايه، درت به شكايه انا ما كنخاف حتى من واحد. وكيفاش كوميسير ما قدرش ياخذ ما قدر يدير حتى حاجه معاه وياخذ حقه، وانا يا لمواطن بسيط غادي نقدر ناخذ حقي منه؟ سيدي المدير العام المحترم، ان هناك شرطي سابق برتبه ضابط ممتاز سميته يحول دون ان اخذ حقي ودون تحقيق العداله والقبض عليه، لان هذا الشرطي هو الذي يتستر عليه ويقله في سيارته الخاصه التي ما زالت تحمل شارة المديرية العامة للأمن الوطني، وقد وثقنا ذلك عبر معاينة مفوض قضائي وصور فوتوغرافية. رغم أنه شرطي متقاعد لما يفوق 5 سنوات، وقد سجلت شكاية في حق هذا الشرطي السابق بتاريخ 23/11/2020 تحت رقم 20221-3101-2020، ولحد الآن لم يتخذ أي إجراء في حق هذا الشرطي. سيدي الرئيس، أنا متوجس لأن هذا الشرطي السابق كان يشتغل في مكتب والي ولاية أمن الدار البيضاء الكبرى وله نفوذ على باقي المناطق الأمنية الأخرى، وهو الآن يقوم بترهيبي وتهديدي من أجل التنازل على الشكايات التي وضعتها في حق صديقه وأخي، ويقول لي حرفيا أن عطار محمد أعز صديق عندي، حيث ملي كنت مسجون مع شبكة طنجة للهجرة السرية والاتجار في البشر، حيث هو تجن في هذا نفس مع الشبكة هذه اللي ما تسجنش كيقول لي، حيت انا ملي كنت مسجون مع شبكة طنجة ما لقيت الخير حتى في واحد، لقيت الخير فقط اللي كان هز لي القفة الحبس وهز لي القفة لداري الطول. هذه المدة اللي كنت مسجون فيها انا ما عمري ما غادي ننسى الخير وما عمري ما ندوز، وراه واخا يبقى روشيرشي تاع 10 سنين راه ما عمره ما غادي يتشد من حدي انا حي. سيدي المدير العام، انا كنطالب بالحق ديالي وانا في المغرب، ما محتاج
نطالب به نطالب به في اوروبا، حيت انا كنثق في القضاء المغربي وكنثق في السيد الحموشي وفي السيد المحترم عبد النبوي والسيد المحترم الوزير بوريطه. سيدي المدير العام، عندي بزاف الادله كتثبت على النيفو والمستوى اللي وصل ليه والدليل اخر على الجبروت ديالو والنصب والاحتيال اللي كيعيش فيه هو انه عنده تصور عنده اكثر من 30 شكايه كلهم شكايات بدون ديال شيكات بدون رصيد ونصب احتيال، ولم يتم سجنه لحد الان في اي قضيه. وها هما يا الشكايات، ها هما هادشي كلشي شكايات، وهاد الشكايات هادو كيتعلقوا اكثر من 30 شكايه كيتعلقوا بمحكمه وحده. انا مشيت لمحكمه وحده اللي هي المحكمه الجزريه ديال عين السبع، ما مشيتش للمحاكم الاخرين. كون مشينا شفنا المحاكم الاخرين ديال محكمه الاستئناف والمحكمه المدنيه والمحكمه التجاريه كنا غادي نوليو في واحد 100 شكايه. السيد عايش في المحاكم، حياته محاكم، 30 شكايه في محكمه وحده في مدينه وحده، ولحد الان ما تشدش. عنده نفوذ، عنده سماسريه، عنده فلوس، دايرها خدمه وظيفه وخدمته هو هادشي، عايش مع المحاكم كيصور الفلوس بهالطريقه هادي. والدليل على التعجرف ديالو وانه تصور انه كيهين حتى الدرك الملكي، كيهين الدرك الملكي، تصور انه مبحوث عليه ومريح في الفيلا ديالو وكيصور الجدرميه كيجيو ومصورهم وكيلوح التصاور ديال الجدرميه، كيلوحهم في وسائل التواصل الاجتماعي وكيقول انتوما انا راه مخيف حتى من واحد وما كاينش اللي قرب ليا ومريح في الفيلا ديالي وكنعيش الحياه في لابيسين وبخير وعلى خير. انتوما تشوفوا ها الجدرميه انا راه كيتسخروا ليا كيجيبوا ليا التقضيه للدار. وهاد التصاور عندي ديال الجدرميه، ها هما يا مصورهم وكيقول انا الجدرميه راه كيتسخروا ليا راه واخا نبقى روشيرشي حتى 10 سنين حيت الدوله ما عندهاش الحق تهرس الباب وتدخل عليا. ورساله اخرى للجنرال المحترم حرامو، كنطلب منه انه ينصف هذوك الدراكين اللي ربما مساكن مشاو يديروا خدمتهم مشاو يدقوا عليه في الفيلا ديالو وهو كيصورهم وكيستهزئ بهم وكيصيفط تصاورهم في وسائل التواصل الاجتماعي وكيقول لهم هادو راه كيتسخروا ليا، انا الجدرميه كيتسخروا ليا وما عندوش الحق، لان ما عندوش الحق يصور الناس ديال السلطه اللي جايين كيصونيو عليه في دارو. سيدي المدير العام، تصور باش تعرفوا هاد السيد هذا النيفو ديال النص ديالو الاحتيال، انه انصب على مجموعه ديال الشركات وداديات ديال الاسكان، واخر وداديه اللي نصب عليها اللي هما تقريبا اعضاء ديالها كلهم مهندسين اغلبيه ديالهم واطباء ناس واعين ومحترمين، نصب عليهم ما خدمش ليهم المسائل ديالهم بلي نورم. والدليل وكانت هذه الوداديه هي اخر وداديه خدم معاها واللي هي بسببها انا باش انا خرجت من الشركه، لان ما قدرتش نصبر نشوف الظلم نشوفه هو كيدي الناس رزقهم وراه دخل معاهم في المحاكم من بعد 3 سنين. والدليل ان من بعد 3 سنين ملي خرجت ها هو وقع في المشاكل ودخل معاهم في المحاكم وباغي يدي لهم ديالهم، ومع ذلك والو ما كاين والو، حتى واحد ما كيقدر عليه. السيد بهاد الشيكات كلشي وهاد المصايب كلها ما كيدوش الحبس، عنده ناس ديالو، عنده سماسريه كما قلت لكم، من ساكن 120 عائله ما صوروا منه والو سنين، فلوسهم مليوحين والو. انا حاجه طبيعيه عندي معلومات، هو انا اول واحد يكون عندي معلومات موثقه واكيده
علاش؟ انا الاخ ديالو، وكنت شريك ديالو في الشركه، وكان كنعرف كاع الوسطاء اللي كيتعامل معاهم بجميع المستويات ديالهم، وما باغيش نجبد هاد الناس بالاسماء ديالهم. وهاد الوسطاء، وهاد الوسطاء عندهم مجموعه ديال الصفات في مجموعه ديال الاماكن اللي عندها ارتباط بقطاع العدل. كيفما انني كنعرف المحامين الرسميين اللي كينوبوا عليه، راني كنعرف المحامين الغير الرسميين اللي كيدخلوا ليه في الملفات، كنعرفهم بكنياتهم وبسمياتهم. ونزيدكم اكثر، وهو ان فين ما دراتو الدرسه كما كيقولوا، فين ماشي واحد بغى فيه الخدمه، عنده صحفي ديالو خاص في جريده معروفه كبيره بزاف بلا ما نذكر سميتها، وعند كيمشي يكتب به. فين ماشي واحد بغى فيه الخدمه كيعيط على داك الصحفي القهوه، كيقول ليه هادي هادي هادي، الغد ليك كتلقى الشوهه ديال داك السيد مسكين بالكذوب كيستعمل هاد الصحفي هذا. وعندي مقالات اللي كلها كذوب، مقالات كتار عندي كيشوف بها عباد الله باش كينتقم منهم. اخيرا سيدي المدير، انا ما باغي والو، انا باغي تطبيق القانون وناخذ حقي في دوله الحق والقانون. انا اول واحد متاسف لهذا الفيديو، ما عمري ما كنت كنتصور اني غادي نوصل لهذا المستوى، ولكن كنت مضطر باش نديرو، باش المسؤولين يعرفوا اشنو كيوقع، وباش ما نكونوش مضطرين ذكر اشخاص يتقلدون مناصب في مؤسسات يشترط فيها حمايه القانون. انا عندي الثقه الكامله في المؤسسات الامنيه في القضاء المغربي باش ينصفني وناخذ حقي. واخيرا، على اعتبار ان صاحب الجلاله نصره الله هو الضامن لحقوق المواطنين بصفته رئيس السلطه القضائيه، غادي نوجه رساله للديوان الملكي نوضح فيها المعاناه اللي كنعيش فيها، وغادي نحدد فيها الاشخاص الذين يحولون دون تحقيق العداله. والسلام عليكم ورحمة الله.